ما زال الطلبة المغاربة في الديار الإيطالية يواصلون حصد النتائج الأولى على صعيد المؤسسات التعليمية في تحد كبير لإحساس الغربة، محققين بذلك الاندماج والتفوق ومشرفين لبلدهم الأم. ويحيى الخلفي هو أحد هؤلاء الطلبة، حيث نال شهادة البكالوريا بامتياز 100 على 100، وتمكن الخلفي بهذا الإنجاز من أن يكون أول أجنبي في إيطاليا يحصل على هذه الميزة في العلوم التجريبية بإيطاليا.